اذا نطلع اول شيء لو طلعنا على الفيريبل فولتج بانواعه، احنا فيريبل فولتج اللي هو بيشمل الريزستر والاوتو ترانسفورمر والسب ستارتر اللي هو واحد. اذا فيريبل فولتج يعني اي سي فيريبل فولتج، عندي بغير الار ام اس تبع الفولتج، بتغير التورك بمربع الفولتج، هاي عندي سبيد والتورك وتي بتناسب مع دي سكوير. اوكي ماشي تمام. هذا بيشمل الريزستر ستيتر او سيريز ريزستر راح اسميها سيريز ريزستر، هذا طبعا هون اي سي في دي او اوتو ترانسفورمر. هلا ستار دمبر راح ارسم له رسمه خاصه، هو نوع من انواع راح ارسم له رسمه خاصه. والسوفت ستار هلا لو جينا طلعنا على الفيريبل فريكونسي درايف بي اف دي، هون راح يصير عندي راح يتغير بهذا الشكل. ايش اللي تغير معي؟ حرك السينكرونس سبيد. كيف تغير السينكرونس سبيد؟ عدد البولز ما تغير. فريكونسي. اذا هون عندي اف 1 هون عندي اف 2 راح نحكي عنه بتفصيل اكثر. في عندي مشكله بالفيربل فريكونسي درايف لما بوصل لو فريكونسيز بلو 15 هرتز في عندي مشكله لازم اعمل شيء معين اغير، بس نظريا هذا اتس ماتش بيتر كنترول من هذا. لانه اذا رسمت سبيد تور كيرف طلعوا كيف رسمنا سبيد تور كيرف، مش هذا احسن من هذا؟ ارسم هون سبيد تور كيرف، شو بصير عندك؟ شو بتستنتج من هذا الكيرف؟ اذا قارنا هذا الكيرف بهذا الكيرف كل الكيرف هاي ستيبنج هذول كلهم بيقطعوهم. هذا هون عندي المشكله رح اوصل مرحله معينه رح يبطل عند فولتج معين بطل يقطع بوقف السيستم. حتى الستارتنج تورك هذا تمام. التورك عندي هون المشكله، هون عندي بيتر ستارتنج تورك، عندي فيري بور ستارتنج تورك. ولذلك الايديال فيربل درايف الان هو الفيربل فريكونسي درايف، وبالذات بشكل رئيسي نوع اللي هو الفلوكس فيكتور كنترول او الدايركت تور كنترول از اوبوست تو سكيلر كنترول. لانه نطلع على شكل ثالث، ستار دلتا هي حاله خاصه من واحد. خلينا نرسمها بالشكل الصحيح، ستار دلتا او واي دلتا مرات ناس بسموها. عندي هون حاله خاصه اللي هي واحد على ثلاثه. راح يكون هذا تقريبا بدي احاول ارسمه انه واحد على ثلاثه. فهذا صار التورك واحد على ثلاثة لأنه الفولتج نزل بمقدار واحد على جذر الثلاثة. هاي السبيد وهذه هون التورك. هلا الرابع مع الرابع اللي هو الواوند روتر حكينا عنه. الواوند روتر اندكشن موتور بتغير بهذا الشكل. وهذه هون زيادة الريزستر، هون عندي لارج ار وهون سمول ار. ناخذ المثال الخامس البول تشينجينج. البول تشينجينج تذكروا حكينا عنه، بغير الهاي مثلا اذا غيرته بنسبة 1 ل 4 بتتغير. هون بتغير السينكرون سبيد مش لأنه غيرت الفريكونسي، لأنه غيرت عدد البولز. فهذول اسمهم بول تشينجينج. البول تشينجينج موتورز بتغير بنسبة مثلا 1 ل 4، مش شرط يكون طبعا 1 ل 4. هاي طبعا هون اللو سبيد وايندينج وهاي هاي سبيد وايندينج. فهاي مثلا هون عدد البولز 4 بولز بير فيز، وهذه هون 16 بول. نفرقهم انه الستارتنج تورك بيكون بقل هو بشكل عام، لانه بتوقع لو بدك تحط 16 بول بنفس المساحة ما راح يكون حجم البول نفس حجم هذا. يعني انت تخيل بنفس المساحه بدي احط يا 4 يا 16، اللي 16 هذا بيكون اصغر بكثير فالتورك تبعه كمان اقل. بعدين عندنا حالات اخرى، مثلا لو اخذنا السينكرونس موتور. السينكرونس موتور سبيد تورك تبعه زي هيك. اوكي هون اللي بتغير ما بتتغير، لو بحط عليه لود اكثر شو بصير؟ ايش بتغير؟ بتتغير الزاويه. فببدا هون من زاويه معينه ثيتا وبروح على هون هي increasing load اللي هي load angle. increasing load بتزيد الزاوية لحد ما في النهاية يعمل ستول، خلص بيعمل ستول بوقف ما بمر بمرحلة زي هون. وبعدين إذا بنرسم الدي سي موتور، دي سي موتور with variable armature voltage و constant excitation، هذول كلهم موازين للبعض. هذول parallel، هون عندي N وهون عندي T، وهذول V1 V2 V3.
طبعا V3 اكبر من V2, V2 اكبر من V1. هذا طبعا constant excitation. واخر شيء راح احطه هون اللي هو stepper motor. هون عندي steps per second. هون تورك. في عندي كيرف تاني ما لازم انزل عنه بسبب انه ببطل اقدر اتحكم بالسرعه بتصير تو ماتش سبيد. بس بشكل عام هذا هو اللي بدي التزم فيه. لازم يكون تبعتي تكون موجوده هون في ستيبر موتر. فالستيبر موتر بيختلف شوي عن البقيه انه هاي المنطقه شيدد مسموحه. هون كنا نتحرك على الخط نفسه ما بقدر اطلع عنه، ما بقدر اجيب تورك اقل على هاي السبيد، راح يعطيني هذا التورك. هون انا لاني بتحكم في عدد البلسز هاي المنطقه مسموحه بقدر اشتغل فيها، لانه هو راح يوقف لما يوصل لمكان معين راح يوقف، لما بعطيه كمان بلس راح يوقف. فهون هاي الاريا شيد، الحين هذول مش شيد. هذا ملخص لكل سبيد تور كيرفز.